حلقتنا دايما بأهم العناوين. الأهلي يفتتح صفحة أفريقيا الجمعة. الفريق الأول يبدأ استعداداته لمواجهة جيمال أثيوبي. عاشور جاهز لضربة البداية الأفريقية. أجاي يعود لتدريبات الأهلي استعدادا لقيدو في يناير. محمد يوسف هدفنا الدوري ولا أنشغل بصفقات يناير. مروان محسن عودة الأهلي لمكانته أهم من لقب الهداف. محمد صلاح يقود ليفربول الليلة في مباراة مصيرية أمام نابولي في دوري الأبطال.